Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tangannya. Thank you.
Raucan, raucan. Dan ini memang salah kemari kayu nah. Kayu tepi apa? Kayu dah tepi loh. Kayu itu tepi loh. Kau salah kedai. Ini bakal kedai. Nah, kena pagar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang pelayan yang dirahmati Allah, disunatkan doa di kubur ini untuk berdiri. Kepada kita semua kami mengharap untuk berdiri. Kita berdoa kepada Allah semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi Hastini binti Hasan Idrus sayyidillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافة في الجسد وجيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والهداية على أهل البيت اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والهداية على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة والهداية على أرواح هاشتيني بنت حسن إدرس أمين أمين يا رب العالمين اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغرنا وكبرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم yang maha pengasih maha penyayang dan maha pengampun ampunilah dosanya ya Allah terimalah amal kebaikannya ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah terimalah arwahnya di sisimu ya Allah dan masukkanlah istriku Hastini di dalam surgamu ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim Ambo sebagai suaminya ya Allah telah memaafkan salah dan silamnya ya Allah justru yaitu ya Allah ampunilah segala dosanya kepadamu ya Allah terimalah segala amal kebaikannya ya Allah amin ya rabbal alamin اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اتم لنا أعمالنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الكبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.